نلتقي إن شاء الله العراقيين كلنا كإخوة من الشمال والجنوب في بناء هذا الوطن. بارك الله في كل إنسان يضع لبنة بشكلها الصحيح والمكانة الصحيح في هذا البلد. تغمرنا السعادة وإحنا نحضر مع أهلنا الأيزيديين عيدهم واللي هو عيدنا وعيد كل العراقيين. إحنا نسيج واحد، أفراحهم أفراحنا وكل مناسباتهم إن شاء الله تكون أفراح ومسرات وأمان. نهنيهم جميعا في كل مكان داخل العراق وخارج العراق بهذا العيد، وإن شاء الله دائما نشوفهم ونشوف العراق والعراقيين بكل خير بكل طوائفهم وبكل مذاهبهم، ونتمنى أنه دائما نكون نسيج واحد ولحمة واحدة. حضرنا لنعيش ونحيي التعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي، مسيح، طائفة يزيدية، مسلمين. هذه شاركنا أخواننا هذه الفرحة التي أقاموها بهذه المناسبة. نعم سيد العزيز، نرى هذه السنة أن العيد يختلف بمشاركة كبيرة من القوات الأمنية، كيف ترى؟ بالتأكيد نتيجة الاستقرار اللي تعيشه محافظة نينوى وأطرافها ونواحيها، نشاهد اليوم وكما شاهدتم أنتم نعيش حالة من الاستقرار وحالة من الفرح بمناسبة هذه الأعياد، وإن شاء الله القوات الأمنية بمختلف مسمياتها جاهزة لفرض الأمن والاستقرار في عموم محافظة نينوى. اليوم يعتبر أبناء الدين الجديدة بعيد رأس السنة الجديدة شهر شمب وسري نيساني، وقد استقبلنا سيد اللواء نجم الجبوري قائد العمليات والضيوف الكرام في بحشيقة. نتمنى لهم كل المحبة والود، وأن يجعل هذا العيد عيد خير وسلام وأمان على العراق من شمالي إلى جنوبي، ونجعله يوم سلام لكل الناس. تحياتنا لكل العراقيين. نحن اليوم جينا من بحزاني ممثلا بكنيستنا وشعبنا المسيحيين في بحزاني لنقدم التهنئة القلبية لأحبائنا وإخواننا اليزيديين في بعشيقة وبحزاني بمناسبة عيد الصرصاري. هذه المشاركات في هذه المناسبات لكل الأطياف والأديان هي تعزيز للوحدة الوطنية في العراق. نتمنى أنه دائما احنا نشارك بعضنا البعض من مسلمين ومسيحيين ويزيدين وقوميات مختلفة، عرب أو أكراد أو سريان أو أي تركمان أو أي شيء يكون. نتمنى أنه دائما نشترك في محبة في تواصل مع بعضنا البعض، لأن هذا الشيء أكيد راح يكون لمصلحة الجميع ولفائدة الجميع، وبالتالي تصب في مصلحة الوطن الذي هو أهم من كل شيء. اليوم في ناحية بعشيقة وبمناسبة عيد رأس السنة اليزيدية تشرفنا بزيارة السيد قائد عمليات نينوى ووفد المرافق له ولتقديم التهاني لأهل بعشيقة، وكانت هذه القاعة للمناسبات واستقبال المهنيين مكتظة بكل طوائف وكل أهالي نينوى، وصادف مع زيارة السيد القائد زيارة لمجموعة من الشباب والشابات من أهالي مدينة الموصل في بادرة رائعة لتقديم التهاني لإخوانهم اليزيدين، و
مواساتهم وتعزيز علاقات الأخوة والتعايش وإرجاع الأمور على ما كانت عليه قبل داعش من علاقات طيبة بين كل أبناء ومكونات نينوى. وبهذه المناسبة نتقدم بأزكى التهاني إلى أبناء المكون اليزيدي وكل العراقيين، ومتمنين من الله سبحانه وتعالى أن تكون أيام العراقيين كلها أعياد وفرح.